بداية في العاصمة دمشق اشتباكات متعددة في أحياء عديدة، هل هو كذلك في حماة وريفها؟ نعم أخي الكريم، أما بالنسبة لريف حماة سوف أبدأ معك من مدينة صوران، حيث قام جيش النظام بدخول بعض أحياء المدينة واعتقال بعض المواطنين بعد أنباء عن انشقاق مدير ناحية صوران الرائد محمد عوض الحمود مع جميع عناصر الناحية. وقد شهد ريف حماة اليوم تحليقا مكثفا للطيران الحربي منذ الصباح الباكر وعلى علو منخفض. أما مدينة اللطامنة فقد خرج أحرارها في مظاهرة حاشدة صباح اليوم تنديدا للقصف اليوم الذي تتعرض المدينة. وقام الحاجز الموجود على نهر العاصي بإطلاق النار على سيارة مدنية كانت في طريقها إلى مدينة حلفاية، مما أدى إلى مقتل سائق السيارة وهو مواطن من مدينة اللطامنة اسمه عماد محمد العثمان. وتشهد كل من مدينة كرناز وكفر زيتا قصف يومي من الحواجز المحيطة بتلك المدن. أما في سهل الغاب الطيران المروحي يعاود قصف قرية الحواش والحويجة والقرى المجاورة في سهل الغاب المرة الثانية هذا اليوم ولليوم الخامس على التوالي، وهناك تدمير لعشرات المنازل وسقوط العديد من الجرحى. وأما في مدينة طيبة الإمام ما زالت المدينة محاصرة من جميع مداخلها منذ حوالي 5 أشهر مع أطلاق نار شبه يومي من الحواجز المحيطة بالمدينة وباتجاه المنازل بشكل مباشر. نعم، وهناك تجول لبعض سيارات الجيش والشبيحة بين الحين والآخر في استفزاز واضح للمواطنين. أشكرك، وهناك شكرا حالة هجوم كبيرة تشهدها المدينة لعوائل من مدينة حمص والقرى المجاورة، وهناك نقص إغاثي غذائي وطبي كبير في المدينة. شكرا لك سيد أبو عبد الله الحموي الناطق الإعلامي باسم شبكة شام من ريفي.